نظرا لجهود مؤسسة القلب الكبير وجمعية الشارقة الخيرية لدعم الجهود الوطنية لدعم المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا من خلال حملة جسور الخير، نتواجد اليوم في مركز اكسبو الشارقة لتجهيز أكثر من 5000 طرد غذائي وطبي ليتم إرسالهم للأسر المتضررة في سوريا وتركيا. نشكر جميع المساهمين، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الشارقة الخيرية، وأيضا نشكر جمعية الشارقة التعاونية لتبرعها بالمواد العينية بقيمة 1.5 مليون درهم إماراتي ليتم إرسالهم لتقديم الدعم لهم، وستستمر المؤسسة مع الجمعية ومع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم المزيد من الدعم للمتضررين في مختلف الأماكن إن كان في سوريا أو تركيا.